السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. حول تطبيقات الربح، سوف أشارك معكم اليوم تطبيق أنا ربحت منه شخصيا العديد من المرات. أقسم بالله أنه تطبيق صادق، سوف أريكم إثبات السهم عن التطبيق. هو تطبيق سهل فقط باللغة الإنجليزية، يعني تدخل على مسابقات باللغة الإنجليزية وتربح سوان. السوان هذه السوان أو هذه القطع الصفراء تقوم بتحويلها إلى دولارات في المبلغ، والحد الأدنى للسهم في هذا التطبيق ابتداء من 3000 قطعة. 3000 قطعة تساوي 5 سوان. يعني لمن لم يربح بعد من الانترنت فأنصحه بهذا التطبيق. أما الذي يجيد اللغة الإنجليزية فهو سيربح من هذا التطبيق الكثير من الأموال. تطبيق تدخل على مسابقات ثقافية أو ثقافة عامة، لا أقل ولا أكثر. سوف أدخل على هذه المسابقة في البداية. أعتذر عن الإشارات، يعني الإشارات مزعجة. لاحظ العديد من المسابقات، يعني هناك مسابقة فورية وهناك مسابقة تنتظر ساعة أو 13 ساعة أو 24 يوم، وهناك صناديق يقدمها لك التطبيق مجانا، تقوم بحجزها وبعد مرور فترة زمنية معينة تقوم بفتحها والحصول على قطع نقدية مجانية. يعني تجرب حظك، يعني يمكن للصندوق أن يعطيك 1000 سوان، 800 سوان، 600 سوان، يعني هذه تبقى تجرب فيها حظك. يعني هناك صندوق يفتح على ساعة، ساعتين، 4 ساعات. يعني هذه هي المسابقة، يعطيك التطبيق أسئلة تجيب عليها. لاحظ هذه المسابقة، نحن 19 شخص في هذه المسابقة، 19 شخص في هذه المسابقة. سوف يعني نتبارى فيما بيننا لكي نرى من الشخص الذي سوف يقوم بالفوز ب1000 سوان. يعني التطبيق لا يعطيك 1000 سوان كاملة، وإنما يقوم بتقسيم هذه الجائزة على المشاركين في المسابقة. يعني الأول يأخذ 600 مثلا، أو الثاني يأخذ 300، وهكذا يقوم التطبيق بتقسيم الجائزة. هكذا طول الوقت اخواني في الله. يعني اخواني في الله، اذا كنت تشاهد القناة او الفيديو اول مرة فلا تبخل علينا بالاشتراك وزر لايك، وذلك دعما لنا على مجهوداتنا، فضلا منك وليس امرا. يعني على حسب المشاركين في المسابقة، يعني في بعض الأحيان تدخل على 1000 سوان تجد فقط 4 مشاركين في المسابقة، وتكون الحصة كبيرة. يعني تكون يمكنك أن تربح 800 قطعة في هذه المسابقة. هذه المسابقة يعني تلعبها ساعة، وبعد ساعة يمكنك لعبها مرة أخرى.
يعني لم أحصل على المرتبة الأولى، حللت في المرتبة الرابعة. ربحت حوالي 60 قطعة، 63 قطعة. الآن نذهب إلى السحب. السحب نضغط على راودة في اليمين، أسفل اليمين. يمكنك بدء السحب ابتداء من 3000 قطعة، تساوي 5 سنت. سوف أريكم إثبات السحب الآن. لاحظ أخوي الكرام، فقد سحبت منه 10 دولارات. أقسم بالله أنه بعثها لي في 24 يوم، 24 ساعة عفوا. يعني الدفع فوري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.